برلمانيا قدم النائب شعيب المويزري استجوابا مفاجئا اليوم إلى وزير الإسكان ياسر أبول من أربعة محاور. وأدرج رئيس مجلس الأمة الذي استلم الاستجواب على هامش جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة القضية الإسكانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستشهد أيضا مناقشة الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. من دون سابق إنذار أو تمهيد وأثناء مناقشة القضية الإسكانية في مجلس الأمة اليوم، باغت النائب شعيب المويزر الجميع بتقديمه استجوابا جديدا إلى وزير الإسكان ياسر أبول مكون من أربع محاور. الأول منها كان ما وصفه محاباة الوزير لمقاولي الباطل المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبخات وجابر وصباح الأحمد، والثاني مخالفة الوزير قانون الرعاية السكنية بإنشائه شركات مساهمة لتنفيذ مشروعي المطلع والخيران، فيما تعلق المحور الثالث بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلع إلى جنوب المطلع. وكان المحور الأخير قد كتب اليوم، وهو ما وصفه بتضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة اليوم. رئيس مجلس الأمة من جانبه أعلن استلامه الاستجواب وإدراجه جدول أعمال الجلسة المقبلة. اليوم تقدم الأخ الفاضل نائب شعيب المويزري باستجواب موجه للأخ وزير الإسكان. استلمت الاستجواب في مكتبي أثناء وقت الدوام الرسمي، واتخذنا الإجراءات اللائحية وفق المادة 135، وتم إبلاغ الأخ الوزير، وسيدرج في أول جلسة تالية لتحديد موعد لمناقشته. وأكد النائب شعيب المويزري استحقاق الاستجواب الذي قدمه إلى الوزير أبول، كشف نيته تقديم استجوابين آخرين لاثنين من الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، فيما أكد أبول أنه سيقوم بتفنيد الاستجواب، لافتا إلى أن الرأي في النهاية يعود لأعضاء مجلس الأمة الذين سينصفون هذا الاستجواب. الاستجواب قدمته اليوم، وهذا حق دستوري، والمحاور أربعة، وهذا استحقاق لأن المواطنين يعانون من الأزمة الإسكانية، ولم تتقدم الحكومة بالحلول المتكاملة بالرغم من توفر المال وتوفر الأراضي. بالنسبة للاستجواب أيضا هو حق دستوري وحق للنائب، وإحنا يعني بالحكومة أكيد ما راح نزع من هذه الاستجوابات، وراح يكون لنا دور أيضا بالرد عليها وتفنيدها، والرأي بالأخير طبعا راح يكون لأعضاء مجلس الأمة اللي هم إن شاء الله راح ينصفون هذا الاستجواب. النواب من جانبهم أشادوا بالعرض الذي قدمه وزير الإسكان والفريق الفني التابع للرعاية السكنية في جلسة اليوم، كما أشادوا بعمل الوزير خلال الفترة الماضية. وزير الإسكان بيض الله وجهك، وأداء يشكر عليه، علمي بأنه صار 3 سنوات أداء جيد. وزير الإسكان قام بعرض جيد، وأيضا الدور اللي قام فيه خلال 3 سنوات يشكر عليها. كان في السابق 2000 إلى 1800 إلى 2200 معدل التوزيع السنوي، اليوم وصل بحدود 12000 وحدة سكنية بالسنة. أنت الآن قاعد تحاسب أنشط وزير في هذه الحكومة، فلازم نكون شوي حذرين. قابل للتفريط فيه؟ من هو البديل؟ في أسئلة مهمة لا يجب الإجابة عليها يعني. وبعدين بالنهاية كذلك حجم ما هو موجود في الاستجواب قد يغير وجهة نظرنا، يكون مع المستجوب لا نعلم نراه. بس أنا أسألك سؤال، هذا الاستجواب أما كان حريا به أن يتأخر شوي؟ وكانت جلسة اليوم قد خصصت لمناقشة القضية الإسكانية، استعرضت خلالها الحكومة مشاريعها للفترة الحالية والمقبلة. حمد النبهام، مجلس الأمة، تلفزيون الكويت.